ديالو يحاول انه يحرك الذاكره ديالو ويحاول يرسم ديك الغزاله اللي صيد مثلا، ولا ديك داك الماموت، ولا داك الحيوان كذا اللي تعرض ليه وكذا وصيده في الحياه ديالو، كيرسمه في الكهوف ديالو. وبالتالي كان بحال واحد النوع ديال السحر عند هذاك الانسان البدائي، يعتقد بانه ملي كيرسم هذاك الحيوان بحال كيسيطر عليه، بحال كيغلبه، بحال كيسيطر عليه. وبالتالي راه ملي كيرسم راه سيطر عليه بالنسبه يعني الاعتقاد ديالو، المعتقد ديالو. وبالتالي هذاك الفن غادي كيتطور من ذاك الانسان البدائي الى الانسان مثلا اللي تبت في الارض ديالو مثلا، واختار مثلا اكتشف الزراعه وبدا كيقابل الزراعه ديالو وبدا كيطور، ومن بعد الحديد ومن بعد كذا، الى ان وصلنا الى الانسان دابا في عصر ديال الانترنت، والعصر ديال الشبكه العنكبوتيه، والعصر ديال الاقمار الصناعيه، والعصر ديال السرعه وديال الصواريخ وديال كذا. تلقى الانسان يعني يتطور دائما، الانسان دائما يتطور. وهاد المسائل كلها راه يمكن اي تطور في اي مجال، راه المسائل الانسان يا كيدير داكشي اللي عليه، والكمال عند الله سبحانه وتعالى، لان الله تعالى هو اللي كيفتح. راه يكذب عليك الكذاب بان الله سبحانه وتعالى هو الفتاح والعليم، كيفتح هو انه يعلم سبحانه وتعالى اي حاجه قبل ما تدار وقبل ما تكون كاع، انه كيسخر بعض الناس انهم هما اللي يعطيو في هذاك المجال هذاك، سواء التكنولوجيا او الفنية او كذا. فالله سبحانه وتعالى هو اللي كيفتح، ولكن الله تعالى ما كيفتحش لواحد كسول، واحد جالس هكاك ما كيدير لا حركه لا والو، بغى يفتح عليا الله سبحانه وتعالى. لا، لا بد من الاخذ بالاسباب. الانسان خصو يعمل مثلا، باغي ندخل للدار، اول حاجه غندير ندق الباب، وإلا دقيت الباب راه لابد ان شي واحد غادي يحل لي، لابد ندق الباب. اذا ندق الباب راه من يعني الاخذ بالاسباب، واي عمل راه لابد له من الاخذ بالاسباب. الله تعالى الدنيا هذه جعل لها اسباب، ما يمكنش ندركوا اي حاجه الا بالاسباب، ناخذوا بالاسباب. اذا ما خديناش بهذه الاسباب ما يمكنش اننا نوصلوا لهذه المساله، لان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون هذا بهذه السنه، هذه سنه الله سبحانه وتعالى، انه هو كيفتح على اي واحد دار الاسباب، اي واحد دار مجهود وخدم واحد الجانب كيف ما يكون، الله سبحانه وتعالى كيفتح عليه. وبدي كيفتح عليه الله سبحانه وتعالى، هذاك راه الانسان يعني داك الفاتح هذاك راه كيستافد منه ناس اخرين، ما كيبقاش غير على هذاك الانسان بوحده، وانما كيبقى الناس كلهم. والفن في هذا الجانب هذا راه حتى هو ان الله سبحانه وتعالى كيفتح على الفنان، ويحاول الفنان ما امكن انه يتابر ويعمل. ما عرفتيش انت يفتح لك الله سبحانه، ما عرفتيش. والانسان يكون صادق في العمل ديالو، يكون كيمارس واحد يعني واحد العفويه واحد الطلاقه، يحاول يمارس الفن كما كيمارسوا الفنان، يحاول يكون عنده دائما واحد الافق كبير. لما كيقول لك حاجه يطلبها كبيره ولا ما يطلبهاش كاع، اذا من الاحسن انه يطلبها كبيره ويحاول يخدم عليها. والله سبحانه وتعالى كريم، كريم سبحانه وتعالى، يعني يرزق من يشاء في البر والبحر. اذا خص الانسان انه يدير داكشي اللي عليه، والكمال عند الله سبحانه وتعالى.